بهذه الحلقة حنتكلم عن أهمية وجبة الفطور ودور وجبة الفطور أو الريوق بخسارة الوزن. نحتاجها، نتركها، نكثر، نقلل، شنو الموضوع؟ نشوفه بهذا الفيديو. فيديو جايكم. مرحبا، اهلا بكم اصدقائي صديقاتي على قناة ايهاب فتنس. بهاي القناة اساعدكم ان توصلون لاهدافكم ببناء جسم صحي وسليم. وجبة الريوق او الفطور، هل اذا نتركها ونشيلها من يومنا هل نوصل لاهدافنا بداية خسارة وزن بصورة افضل؟ فحنتكلم عن هذا الموضوع ونتعمق به شوية. اكو دراسة سووها بين مجموعتين من الناس، اكلوا نفس كمية السعرات الحرارية، نفس كمية البروتين، نفس كمية الكاربز، ونفس كمية الدهون اللي يعني حسب تفاصيل الشخص وحجمه وطوله وعمره وانثى او ذكر الى اخره. شافوا بنهاية المطاف ماكو فرق بين الناس اللي تركوا وجبة الفطور وبين الناس اللي اخذوا فطور غدا عشاء الى اخره. الفرق اللي لقوه انه الناس اللي ما تاخذ وجبة الفطور تحرق دهون اكثر ببداية النهار بالوقت اللي هم ما ماكلين بيه او صايمين، والناس اللي اخذوا وجباتهم بصورة مستمرة حرق الدهون تأخر عندهم خلال اليوم، لكن الكمية والفعالية خلال اليوم بالأخير هي متساوية بين المجموعتين. بس أنا بهذا الفيديو اليوم أريد نتكلم شوية أكثر عن وجبة الفطور وعن أهميتها، بأنه هي أهم وجبة باليوم، هل هي وجبة سيئة؟ لأنه أكو شغلة إحنا عندنا بالدايت والناس اللي دائما تريد تخسر وزن، وجبتين الناس يتكلمون عليها بصورة مستمرة. وجبة الفطور يا إما هي أحسن وجبة أو أسوأ وجبة، ووجبة العشاء بأنه أنا حخسر وزن لمن ما أتعشى، وكأنما وجبة العشاء إلها يعني فالدور سحري أو فالدور معين بخسارة الوزن. وأنا متكلم بالقناة، شوفوا بالقناة متكلم عن موضوع العشاء. لمن الشخص حيترك الريوق أو حيترك العشاء حتى، اللي حيصير إذا ما أكلتوا سعرات أكثر خلال باقي الوجبات، انتو شلتوا سعرات حرارية من الدايت مالكم فصارت بيها خسارة الوزن، مو لانه تركت وجبة الفطور او مو لانه تركت وجبة العشاء. يعني اذا وزعتوا سعراتكم مال الخطة مالتكم على 4 5 6 7 10 وجبات، النتيجة هي تقريبا اذا كان التوزيع يعني متساوي. الفطور البعض الناس جيد ومناسب، بعض الناس ما يحبون الريوق، بعض الناس ما يحبون الفطور، يفضلون يأكلون وجباتهم بوقت ثاني. يعني ما يشوفها ما بيها مشكلة. الفطور الشوكت ممكن يكون سيء إذا الشخص فطوره كان مركز على الكاربز النشويات البسيطة وعلى السكريات، خاصة السكريات اللي ما تجي وياها ألياف، يعني مو قصدي الفواكه اللي بيها قشر وكذا، لا يعني قصدي مثلا ياخذ السيريال نسبة السكريات واصلة للسقف وما بي ألياف. هذا شي يسوي سبايك بالإنسولين عند الشخص، ويسوي يعني شعور بالجوع متتالي خلال اليوم، لأنه تعودت على هذا الشعور، شعور السكر اللي يعطيه من الصبح، فتبدي تريد توصل لهذا الشعور خلال اليوم. فإذا كان فطورك بهذا الشكل حتريد ورا ساعة ساعتين نفس الشيء، فتريد تاكل بعد، تريد تاكل بعد، تريد تاكلين بعد. فهذا الجانب السلبي اللي ينطيه السكر العالي بوجبة الفطور. الجانب السلبي الآخر انه الفطور هو افضل وجبة باليوم، هو الوجبة السحرية باليوم، لازم ناخذها. يعني ما عندي يعني مشكلة بهذا التوجه، لكن وين يصير المشكلة؟ انه الناس تبدي تفطر تاخذ وجبة الريوق والفطور بكميات خيالية، يعني بدون مثلا يسوون 2 افوكادو ويا الافوكادو بيض مقلي او مشوي او اي طريقة يسووا، ويا سلطات ويا زيتون ويا جبن حلومي ويا زيت الزيتون وكذا وكذا وكذا.
الفطور مالكم حينتهي يصير يجوز 1000 سعرة حرارية، وانتوا وراكم يوم كامل، وراكم شغل، وراكم تمرين، وراكم تطلعون تسوقون تمشون، 100% حيصير عندكم جوع. لما الوجبات او لما سعرات الداية الفطور ترفع بهذه الدرجة وما تندرس وما تتقسم على اليوم، حتصير عندكم سعرات اضافية لل 24 ساعة مال هذاك اليوم. فشنو اللي حيصير عندكم؟ حطيتوا اكل صحي زايد بالفطور، حيزيد وزنكم بنهاية الاسبوع، لانه دخلتوا عدد كبير من السعرات الحرارية لاحتياجكم اليومي او لهدفكم اليومي خلال وجبة الريوق والفطور. نرجع يعني هاي الشغلة المهم، الهدف مالكم اذا كان خسرتوا وزن السعرات الها دور اساسي. لازم تعرفون السعرات مالكم شنو، الهدف مالكم شنو، التارجت مالكم شنو. انا بالقناة مقدم كومة فيديوهات شلون نوصل لاحتياجنا. بعد هذا البروتين والكاربز والفاتس توزيعها مهم جدا، وخاصة البروتين. المصادر مال هذه المواد الغذائية او اللي يسموها الماكروز ايضا مهمة جدا. لما تعرفون تختارون صح وتحصلون على المصادر الصحية الصح وتوصلون لأهدافكم كل يوم خلال الأسبوع، حتشوفون نتيجة 100%. تذكروا أنه اليوم هو 24 ساعة، مو بس الثلاث وجبات اللي احنا حناكلها أو الوجبتين أو وجبة الريوق. والأهداف مالتنا همنا مو بس هاي 24 ساعة، احنا عندنا أسبوع كامل. يعني حتى بعض أنظمة الدايت إذا تخربط الاثنين تعدل هاي الخربطة خلال الأيام الباقية. مثلا اذا اكلت 200 سعره زايده يوم الاثنين واكلت اقل خلال الفترات الجايه وساويتي خلال الاسبوع، حتوصلون للهدف. انا الفكره من هذه من هذا الفيديو اللي اريد اقوله، احنا لازم نعرف الجسم شلون ده يشتغل، خساره الوزن شلون تمشي، شلون يمشي بها الجسم، شلون يتخلص من الدهون الزايده، حتى نعرف نضبط برنامجنا الغذائي ما يناسب هدفنا وبما يناسب نمط حياتنا. يعني أنا أكو كثير ناس يدزول مثلاً، أنا سايق حافلة شغلي كله بالليل، أنا أقعد ب12 لأنه الشغل مالتي يبدي مثلاً بكذا وقت، أنا الشغل مالتي ما يسمح لي أتريق، أنا ما أحب الريوق أصلاً، أنا نفسي تلعب إذا أتريق. ما يخالف، ممتاز جداً، مو إلا تتريق ومو إلا تتريقين. شخص ما يحب العشاء، أنا ما أحب العشاء، أحب أنام خفيف، ممتاز جيد جدا. لكن الأساسيات ما خسارة الوزن من حنعرفها، حنعرف شنو حنتريق، نتريق أو ما نتريق، نتعشى أو ما نتعشى، ونوزع خلال اليوم الاحتياج مالتنا. فنرجع نقول وجبة الريوق إذا تركتوها مو سبب إنه هي ريوق، لكن لأنه أكلتوا سعرات أقل بيومكم وبالاسبوع مالتكم، فحبيت هذه الفكرة اوصلها لكم. شكرا لدعمكم، وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، كتبوا لي بالتعليقات رأيكم، وان شاء الله فيديوهات جاية اكثر تساعدكم وتفيدكم وتوصلكم لأهدافكم. احبكم كلكم، اشوفكم بالفيديو الجاي، يومكم عسل.